أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين. وخلال استقباله رئيس جمهورية إستونيا ألار كارس، أكد مدبولي أن مصر تعول في ضوء علاقات الصداقة بين البلدين على استمرار تأييد إستونيا لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية جراء الأوضاع الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبه قال رئيس جمهورية إستونيا أن العلاقات بين مصر وإستونيا تشهد زخما كبيرا على مختلف الأصعدة.